مايك سمعنا صوتك. يا مساء الفن والإبداع عليكم، أهلا بيكم من جروب مايك وحلقة جديدة من برنامج خمسة فن. معايا أنا زينب مصطفى، وزي ما وعدناكم كل حلقة بنتكلم عن نجم جديد من نجوم الفن في رمضان. والنهاردة معانا شخصية جديدة ومختلفة، فنانة بتقدر تتقمص الشخصية إلى حد التوحد مع الشخصية من خلال عدة أدوار برعت خلالها في تقديم الأداء الراقي والإنفعالات الصادقة بدون تكلف، وانتقاء أدوار بتمثل ليها إضافة مش مجرد دور عابر وخلاص. بالشكل ده بدأت الفنانة حنان مطاوع مسيرتها الفنية من البداية وحافظت على مكانتها في قلوب الجمهور. الفنانة حنان مطاوع واحدة من أهم نجمات الساحة الفنية في الوقت الحالي، وليها موهبة فنية فريدة من نوعها، اسمها بالكامل حنان كرم مصطفى محمود محمد مطاوع، وهي من مواليد 23 فبراير لعام 1979، وهي الابنة الوحيدة للفنان والمنتج المصري كرم مطاوع والفنانة العريقة سهير المرشدي. ونقدر نقول كده ان الفنانة حنان مطاوع نشأت في بيت فني عريق خلاها تتعلم اصول الفن والتمثيل على ايد عمالقة السينما والدراما المصرية. حنان مطاوع كانت متعلقة بشدة بالتمثيل، وده اللي خلاها بعد انتهائها من المرحلة الثانوية التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية. حنان كرم قالت عن طفولتها ان هي كانت هادية وخجولة جدا، وكمان كانت بتحرص على تقليد الناس لحبها في التمثيل. وكمان قالت الفنانة حنان مطاوع في احد لقاءاتها التلفزيونية ان هي كانت شاطرة جدا في المدرسة وحصلت على شهادات تقدير كتيرة جدا، وان اسرتها حاولت تخلي طفولتها طفولة عادية، وكمان كان ليها قوانين صارمة زي اي بيت شرقي. حنان مطاوع في اثناء فترة دراستها بالمعهد العالي للفنون المسرحية كانت موهوبة جدا لدرجة لفتت ليها الانظار، وده اللي خلاها تحصل على دور في العمل الاسطوري الرائع حديث الصباح والمساء عام 2001، وضم نخبة كبيرة جدا من اهم نجوم الدراما، وكان منهم عبلة كامل، دلال عبد العزيز، خالد النبوي، ابراهيم يسري، وسلوى خطاب، وليلى علوي، والعديد من الأبطال اللي تمكنوا من خلق حالة فنية نادرة. شاركت الفنانة حنان مطوع في عام 2002 بمسلسل الإمبراطور ومسلسل أميرة العابدين، وكمان شاركت في عام 2003 في مسلسل بنت شبرا ومسلسل تعالى نحلم ببكرة ونجمة الجماهير وفيلم اوعى وشك. أما بقى في عام 2004 شاركت حنان مطوع في مسلسل أربي وناديك ومحمود المصري. في عام 2005 شاركت في عدة مسلسلات كان منها الست أصيلة ومسلسل أرض الرجال ومسلسل سارة، وكمان كان ليها دور في عام 2011 بمسلسل الرسوم المتحركة قصص الحيوان في القرآن. وقدمت حنان مطوع في رمضان اللي فات مسلسل لمسة أكتاف وجسدت شخصية عايدة تاجرة المخدرات. العمل كان ببطولة ياسر جلال وإيمان العاصي وسمر مرسي ومحمد عز وكرم جابر. لمسة أكتاف من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنيوي. وعشان الفنانة حنان مطوع بتحب شغلها جدا، حنان مطوع قالت في أحد حواراتها الصحفية إن أي عمل بيتعرض عليها بتحس إن هو الأصعب والأجمل والأمتع. على الرغم من إن موهبتها بتفوق كل الحدود والمكانة الفنية الكبيرة اللي بتتمتع بيها، إلا إن حنان مطوع ما منعتش في المشاركة في أي عمل فني حتى لو ما حصلتش على البطولة المطلقة. هي بتهتم بالدور أكتر من حجمه، وهو ده بالظبط اللي حصل في مشاركتها في مسلسل حلاوة الدنيا مع نجوم تونس ظفر العابدين وهند صبري. والغريب في الموضوع هو اهتمام الجماهير بدور وأداء حنان مطوع، بل وحصولها على جائزة التميز عن أدائها في المسلسل. وكانت قصة مسلسل حلاوة الدنيا بتدور حول معاناة مصابين مرض السرطان، رصيدها كبير عند المشاهدين. أدوارها تتميز بالرشاقة والقدرة على الدخول إلى القلب والتعلق بالأذهان، وده اللي بيخلي المتابعين يستنوها كل سنة مع أداء مختلف بتقدمه حنان مطوع بكل سهولة وبدون تكلف أو تصنع للموهبة. وفي عمل جديد من نوعه شاركت الفنانة حنان مطوع كبطلة في مسلسل إلا أنا، وهو مسلسل تلفزيوني مكون من حلقات منفصلة بيتم كل أسبوع عرض قصة معينة لأبطال مختلفين. ومن أهم القصص اللي تم عرضها في الفترة الأخيرة هي قصة مسلسل أمل حياتي اللي قدمته حنان مطوع، وبيحكي المسلسل عن قصة فتاة تأخرت في الزواج وبيعرض نظرة المجتمع للفتاة اللي بتتأخر في الزواج. المسلسل ده وقت عرضه حصل على مشاهدات كبيرة جدا تعدت المليون والأكتر، وده اللي أسعد الفنانة حنان مطوع.
وبتبهرنا الفنانة حنان مطوع كالعادة بمشاركتها في مسلسل القاهرة كابول اللي بيتعرض حاليا وبتشارك فيه أمام كوكبة من عظماء الفن، وهم نبيل الحلفاوي، طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد رزق. القاهرة كابول تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي. وبكده خلصت حلقتنا معاكم، يا رب تكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة. كنت معاكم أنا زينب مصطفى من جروب مايك وبرنامج خمسة فن. استنوني في حلقة جديدة وشخصية جديدة.